بغيت نقول سعد مجرد ذاك الوقت اللي ذاك الاخطاء اللي كان دار والناس وقفوا معاه تصلح الامور ديالو ما يحاولش يكررها مرات بزاف تيمدي يكررها راه الوقت غادي وانسان اليوم غدا تيكرر الاخطاء غادي غادي تخلاو عليه حد باقي الفنان باقي تيبغيه وواحد من الجمهور انا براسي واحد من الجمهور اللي كنقول سعد مجرد تيقول شي كلمات زوينه دابا هو تيدخل لواحد التصرفات اللي نقدر نفر منه ما نبقاش هذاك المحب ديالو ما بقاش يعاود الاخطاء ديالو اللي عاود ثاني خاصو يبقى زعما مزيان نورمال كما كان شحال هادي حيت الناس كيبغيوه مشهور بون سعد مجرد نورمالمون هو ارتيست اللي معروف بزاف في العالم كامل وهاد الاخطاء اللي كيدير ما خصوش يديرهم يعني راه هادشي غادي ياثر له على المسيره الفنيه ديالو انا سكو جو بونس زعما ما غاديش ندوي معاك فنان زعما كيعرفوا الناس ولكن كاين اون بيرسون الواحد خصو يتهلا في صحته وفي راسو هذاك الطريق ما غاديش توصلهم فانت كونت لوالو الا هو فنان ماشي غير لي شونسون هكا كيعطي عاوتاني دي ليتر بحال هكا كيصيفطهم باغ لي شونسون ديالهم يعني حتى هو بحال خاصو يحترمهم هذاك الشيء اللي كيديروا حتى هو يحترمو من غير حياته الشخصيه راه حتى الناس يعني خاص تشوف هو كيمثلنا وكيمثل المغاربه يعني خاص ديما الناس تشوفوا بداك لو كونتكست زوين هو الا نصح واحد ما غيديرش داك الشيء هو كيديروا راه بحال ما كيدير والو خاصك ترد بالك من التصرفات ديالك لانها بيسكو انت كتمثل واحد نقولوا المغرب فواحد الشريحه ديال المغنيين ولا خصك تكون يعني واحد الصوره ايجابيه تعطي واحد الصوره ايجابيه على المغاربه ما تعطيش صوره سلبيه وتكون لان حتى لا كارير ديالو غادي يمكن غتضرر بهذه الطريقه هذه الا بقى غادي في نفس يعني احنا لما كنسمعوا ان مخدرات سهر في الليالي يعني خمر هادشي يعني ما يمكنش انها غتعطي واحد السمعه زوينه ليه وما تعطي صوره زوينه على المغاربه نتمنوا انه يبعد من هذاك الشيء حيت خايب بزاف ويحترم المراه